تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 107 نزلاء من المحكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم. ويأتي العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك جريا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.